اليوم وصفتنا سهلة وسريعة وشهية وصحية وتحضيرها بس بده 5 دقايق، سالمون بالمسترد. حنبلش بهاي الوصفة بمعلقتين كبار من زيت الزيتون. بدنا نخلط معهم 2 كبار من عصير الليمون الطازج، 1/2 معلقة كبيرة من الديجون ماسترد، ممكن تستخدموا الدالي ستايل ماسترد اللي فيه سيدز، 2 سنين من الثوم المهروس، ملح وفلفل حسب الرغبة. أنا حطيت 2 معلقة صغيرة ملح و 1/2 معلقة صغيرة فلفل و 2 كبار من البقدونس المفروم. نخلط الخليط كتير منيح مع بعض ونحطه على جنب. بهاي الوصفة رح استخدم سالمون ايكيا، رح ادهن اوفن بروف دش بشوية زيت زيتون وراح نحط السمك. السالمون فيليز 125 جرام كل وحدة، فهاي تقريبا 1/2 كيلو الطبخة، وبدنا ندهنها بالخليط اللي احنا حضرناه. طبعا اذا انتوا لاحظتوا انا ملحت السمك قبل ما اضيف عليه الخليط. بعدين بدنا ليمونة نقطعها لشرائح ونحطهم فوق السمك، وعلى فرن محمى مسبقا حرارة 220 لمدة 20 دقيقة بس. بهذا الوقت ممكن تكونوا حضرتوا خضار، ممكن تحطوا بطاطا، انا حطيت بطاطا بالاير فراير، ممكن تحضروا ماش بوتيتوز، اي طبق جانبي بخطر على بالكم. ولا اسهل ولا اطيب، وصحتين والف عافيه.